هنا صعيد مصر، قلبها النابض بالخير والعطاء، وضعته القيادة السياسية في بؤرة استراتيجيتها لعام 2030 لتزدهر الحياة في ربوعه ولينهض بدوره في دفع عجلة التقدم والتنمية المستدامة. في أسبوع الصعيد قام سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح سلسلة من المشروعات القومية الكبرى في مختلف القطاعات بجميع محافظاته ومدنه. من أسيوط عاصمة الصعيد بدأت أولى جولة السيد الرئيس بافتتاح مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول، وافتتاح 11 محطة للمياه، منها محطات لتنقية مياه الشرب وأخرى للصرف الصحي. كما تم افتتاح 8 مستشفيات مجهزة لأحدث وسائل الرعاية الصحية المتكاملة لخدمة أهالي الصعيد. أنا عايز أقول لأهلنا في الصعيد وللمصريين اللي بيسمعونا، ما تم إنجازه في السنين السبعة اللي فاتوا دول ده يتعدى سنوات طويلة جدا من العمل والإنفاق عشان يحقق أحلامنا ويحقق طموحاتنا فيما يخص التنمية والخدمات والبنية الأساسية والتعليم وكل ما بنتمناه لمصر. وإلى قنا انتقلت رحلة التنمية والنماء، فتم افتتاح 5 مجمعات صناعية مجهزة بجميع المرافق تحدث تكاملا صناعيا واقتصاديا. كما تم افتتاح عدد من الطرق الرئيسية والمحاور النيلية لربط الطريق الصحراوي الشرقي بالطريق الزراعي. النموذج اللي بنعمله هو محاولة مننا ان احنا نعمل نموذج متكامل قابل للنجاح في ظل التطور اللي حصل مش في مصر، في الدنيا كلها. احنا كلنا اللي شايفين ان المصلحة ان البلد دي تطلع قدام، وان الناس تشتغل، وان الناس تكبر، وان الناس تغنى. في تشكى الخير ملحمة تشبه المعجزات، أكبر مشروع استصلاح زراعي وأحدث المشروعات القومية العملاقة التي نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعادة الحياة إليها. يستهدف المشروع استصلاح وزراعة 450 ألف فدان بمختلف المحاصيل الزراعية والاستراتيجية. اللي بنعمله ده المستحيل. كل مشروع من دول، وأنا ما ببالغش عشان إحنا اللي قائمين عليه، لا والله قيموا كلامه، بس هو ده اللي بيتعمل في سيناء، ده سد عالي. اللي بيتعمل هنا في مستقبل مصر ده سد عالي. اللي بيتعمل في تشكى ده سد عالي. نفضل نعمل كده في بلدنا لغاية لما يعني نحقق بفضل الله سبحانه وتعالى، ويبقى عملنا اللي علينا قدام ربنا سبحانه وتعالى. ومن أسوان أرض الشمس الساطعة والحضارة الخالدة، تم افتتاح أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهربائية من الخلايا الشمسية على مستوى العالم، حديقة بنبان للطاقة الشمسية. وتعمل المحطة على تزويد محافظة أسوان بالطاقة النظيفة والمتجددة، بالإضافة إلى افتتاح عدد من مشروعات الطاقة الكهربائية بمحافظات الصعيد. العرض بتاع الأسبوع بتاع الصعيد اللي احنا قلناه كان الهدف منه ان احنا حبينا نقول للناس، الإعلام، أهالي الصعيد، حجم الجهد المبذول وحجم التكلفة المالية اللي الدولة حطتها، وده مش من، ده شغلنا وإحنا بنعمله، وما عملناهوش نبقى إيه؟ مقصرين. وفي ختام أسبوع الصعيد قام سيادة الرئيس بافتتاح مصنع اليوريا ونترات الأمونيا بمنطقة كيما أسوان. بتكلم في ان البلد تعيش وتكبر، وتبقى المصانع اللي موجودة دي عبارة عن اداة في الاقتصاد واداة في رفاهية المجتمع. المواطن عايز المصلحة، عايز مصلحة بلده، واستحمل معانا السبع سنين اللي فاتوا اجراءات صعبة جدا جدا، لان هو حس بفطرته وبذكائه ان فعلا في محاولة للاصلاح من جانب الدولة لمصر. كما تفقد أعمال التطوير ورفع الكفاءة لمحطة قطارات أسوان التي تعتبر واجهة لمصر أمام السائحين من مختلف دول العالم.
قام الرئيس بافتتاح عدد من المدن السكنية الجديدة. من بينها أول مدينة ذكية من مدن الجيل الرابع بصعيد مصر، مدينة أسوان الجديدة، والتي تضم عدداً من الوحدات السكنية المميزة كاملة المرافق ومستلزمات الحياة العصرية المتقدمة. حضرتك كده تهل علينا، بيهل علينا الخير والبركة عشان حضرتك طيب القلب، أب كريم، أخ رحيم. بشكر حضرتك على كل حاجة جميلة عملتها لنا في بلدنا. أنا فخورة جداً بحضرتك.